مشاهدينا، أكدت الولايات المتحدة مضيها قدما في مد أوكرانيا باحتياجاتها العسكرية، فيما أرسلت روسيا قاذفات قنابل بعيدة إلى بيلاروسيا. ويقول الغرب أن موسكو جهزت نحو 100,000 جندي بالقرب من أوكرانيا. من جانبه قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تقترح على واشنطن إجراء محادثات ثنائية بشأن الضمانات الأمنية. من جهته قال وزير الدفاع البريطاني بن والس أنه من المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وأضاف أن كييف ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحد قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا. وأوضح أنه لا ينبغي خداع الناس والقول إن الغرب سيتدخل عسكريا والأوكرانيون يدركون ذلك. نتابع في هذا العرض القوى العسكرية الأوكرانية والروسية. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي من كييف السيد صفوان جولاق، الكاتب والإعلامي في وكالة أوكرانيا بريس. أرحب بك سيد صفوان. إذا روسيا تواصل حشودها على الحدود مع أوكرانيا، ما دلالات ذلك؟ سيد صفوان، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. سألتك حول استمرار الحشود الروسية على الحدود مع أوكرانيا، كيف تقرأها وما دلالاتها؟ حقيقة لا يمكن فهم هذه الحدود إلا أنها كإحدى السيناريوهات التي تعمل عليها موسكو. أحدها بطبيعة الحال هو الحشود العسكرية، والثاني هو المسار الدبلوماسي، هذا الذي يعني رأيناه عندما التقى بايدن مع بوتين في القمة الافتراضية، ومن خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة، إلى كييف وإلى موسكو وإلى بروكسل بعدهما. فهنالك يعني يبدو أن موسكو تعمل على خطين. الخط الأول هو الضغط العسكري باستعراض القوة، وربما باستخدامها لاحقا إذا يعني فشل المسار الثاني وهو المسار الدبلوماسي. طيب، إلى أي مدى تحاول موسكو من خلال هذا الضغط الذي تحدثت عنه، تحاول الضغط على واشنطن للقبول بمقترحاتها الأمنية؟ حقيقة يعني الضغط على أوكرانيا هو بطبيعة الحال ضغط غير مباشر على الغرب عموما، على الاتحاد الأوروبي، على حلف الناتو، وتحديدا على كرأس كل هؤلاء على الولايات المتحدة. لماذا تشعر الولايات المتحدة بأن هذا ضغط عليها؟ أولا لأن أوكرانيا تعتبر إحدى الحلفاء القلة في هذه المنطقة. الأمر الثاني أن الضغط الروسي، التوسع الروسي، الحصول على مواقع قوة جديدة لروسيا هو بحد ذاته ضغط على واشنطن التي خسرت عمليا الكثير من مواقعها، أو خرجت من كثير من مواقعها التي كانت تحسب لها فيما سبق، آخرها كان أفغانستان. وبالتالي فإن يعني انحسار الولايات المتحدة على حساب التمدد الروسي هو بحد ذاته خسارة للولايات المتحدة وتعاظم لنفوذ روسيا إقليميا ودوليا، وهذا يضغط على الولايات المتحدة كدولة عظمى
كدولة دائما تعتبر بالنسبة ليس فقط لأوروبا، بالنسبة للمشرق، بالنسبة لدول في آسيا وأفريقيا وغيرها، دول يعني هي على رأس الهرم السلطوي في العالم. طيب، يعني تصريحات وزير الدفاع البريطاني حول عدم التدخل أو عدم إمكانية إرسال قوات أو التدخل عسكريا ضد أي غزو روسي، وكذا أيضا كانت هناك تصريحات أمريكية في ذات السياق، إلى أي مدى يعتبر أو يمكن أن يفهم من قبل موسكو بأنه تخل من قبل الغرب عن أوكرانيا وبالتالي يشجعها على أي تحرك عسكري مستقبلا؟ أنا لا أعتقد أن موسكو تفهم هذه التصريحات في هذا الإطار. يعني دعنا نعود إلى حقيقة أن أوكرانيا لا تطالب أصلا بوجود قوات أجنبية. أوكرانيا في حقيقة الأمر تطالب بدعم عسكري في إطار الصواريخ وإطار الطائرات وإطار المعدات عموما، الآليات، ولكنها لا تحتاج إلى جنود وإلى يعني قوات تدخل أراضيها وتحيط بأراضيها وتكون حائط الصد أمام أي قوات روسية تريد الدخول إلى أراضي أوكرانيا. هذا الأمر يعني حقيقة هو ليس مطلوب أوكرانيا، ولكن الذي تخشاه الإدارة الروسية هو أن تمد هذه الدول أوكرانيا بالسلاح. هذا الأمر الذي يعني لا ترفضه جملة وتفصيلا، الأمر الذي تخشاه موسكو أيضا أن تضم هذه الدول في إطار حلف الناتو الذي يجمعها أوكرانيا لتصبح دولة حليفة وجزءا من التكتل الأطلسي. هذا الأمر الذي تخشاه، هذا الأمر الذي يأتي على رأس مطالبها من الغرب، عدم ضم أوكرانيا أولا وعدم ضم أي دولة سوفيتية سابقة ثانيا، وكل البنود الأخرى حقيقة تصب في هذا الإطار حتى لا يقترب الحلف من حدود روسيا. ولكن أعتقد أن الأمور يعني أخذت منحا بعيدا عن ذلك الذي تريده موسكو، خاصة وأن يعني هنالك ثمة شعور في الغرب بأن موسكو هي التي تضغط عسكريا، هي التي تتمدد، وأوكرانيا التي كانت في السابق تطالب بدعم الحلف وحماية الحلف، الآن يبدو أن هنالك أصواتا في هذا الحلف وخاصة في دول البلطيق ترى أن أوكرانيا، أن الحلف معني بأوكرانيا كدولة، لأنها حائط صد، لأن لها جيش. طيب، يعني انعكست الآية عما كانت عليه. طيب، هنا السؤال، هذه نقطة هامة، لماذا يبدو الغرب مترددا في هذا الدعم العسكري لأوكرانيا، ويبدو مترددا أيضا بضم أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ حقيقة هنالك سببان رئيسيان أعتقد. أولهما أن أوكرانيا ليست مستعدة على مستوى الإصلاحات وعلى مستوى المعايير التي تتطلبها العضوية في حلف شمال الأطلسي. هذا الأمر دار كثيرا ودائما ما كان عائقا أمام دخول أوكرانيا في الحلف، على الأقل في إطار التصريحات السياسية. الأمر الآخر، هنالك حقيقة انقسام في الموقف الغربي في بين الدول الأعضاء في الحلف، بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة تحديدا. هذا ما تركته، هذا الإرث الذي تركته حقبة ترامب، الذي يعني بطبعه كشخص وبسياسته الغريبة إن صح التعبير أحدث شرخا كبيرا بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي، ليس فقط في إطار الحلف وإنما في إطار الكثير من القضايا العالمية. هنالك أيضا عوامل أخرى، منها أولا أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا أكثر بكثير من تلك العلاقات التي تجمع بين موسكو وواشنطن، وبالتالي ربما الاتحاد الأوروبي هو أقل تحمسا لإغضاب روسيا، يريد التطبيع معها بشكل أو بآخر، وبالتالي ملف عضوية أوكرانيا ربما يكون عائقا أمام ذلك. هذه حقيقة، لذلك يعني ترون وكما تفضلتم قبل قليل التصريحات التي تعبر عن دعم أوكرانيا حاليا تأتي من قبل بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، التي تعرضت أيضا لتدخل داخلي قبل سنوات قليلة كما تعلمون، وأيضا من الولايات المتحدة العدو التقليدي لروسيا التي لا تريد لروسيا أن تعيد نفوذها،
التي لا تريد لروسيا أن تتوسع، والتي أيضا وهذا أمر يعني جد هام لا تريد لروسيا أن تكون سعيدة مطمئنة لتدخل في حلف مع الصين، وبذلك تكون قطبا يضاهي القطب الحالي الأمريكي. نعم. أنت تحدثت قبل قليل عن العامل الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية القوية بين أوروبا وروسيا، إلى أي مدى هذا العامل الاقتصادي يؤخذ بعين الاعتبار روسيا في حسابات روسيا ويشكل لها هاجسا ومخاوف، لذلك هي مترددة أيضا في غزو أوكرانيا؟ لا، حقيقة أنا أعتقد أن يعني الهيمنة الاقتصادية حاليا هي لروسيا، ولكنها من خلال هذه الهيمنة لا تريد لأي شيء أن يضعف أو يؤثر على هذه الهيمنة. يعني إذا ما عدنا إلى أسابيع قليلة قبل هذه الأزمة، لأزمة الحشود العسكرية، لوجدنا أن الأزمة كانت أزمة طاقة عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت أيضا أزمة تتعلق بخط نورد ستريم الذي يربط روسيا مباشرة بألمانيا عبر بحر البلطيق، متجاوزا بذلك خطوط النقل الأوكرانية وكذلك الخطوط البولندية. وبالتالي هنالك يعني مشاريع ضخمة، هنالك قدرة في البداية روسية على التحكم ب يعني ملفات جد مهمة في الاتحاد الأوروبي، ملف الغاز، ملف الطاقة عموما وخاصة في فصل الشتاء، وهنالك ملفات تريد تمريرها روسيا ومن خلال الضغط على الغرب، من خلال التخويف الغرب بغزو محتمل لأوكرانيا، ومن خلال أيضا يعني تصعيد هذا الأمر ووصوله إلى درجة تثير مخاوف دول مجاورة لأوكرانيا، دول البلطيق التي يعني لا تريد أن يكون لروسيا هيمنة اقتصادية، لأنها تعتبر أن الغاز والطاقة سلاح جيوسياسي بيد موسكو، ولا تريد أيضا أن تخسر شبكات النقل على أراضيها كما هو يعني كما يهدد الأمر حاليا أوكرانيا وبولندا، ولا تريد في المحصلة أن يعني تسعى موسكو لاستعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي السابق على حساب أوكرانيا في الدرجة الأولى، ثم لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا بطبيعة الحال. شكرا لك سيد صفوان جولاق، الكاتب والإعلامي في وكالة أوكرانيا بريس، كنت معي عبر سكايب من كييف.